في حلقة جديدة مع يوكلي جيمنج. طبعا النهارده أول مرة أطلع بصوتي ونلعب اللعبة ديت. زي ما شايفين دي يعني من أحلى لعب السباق اللي أنا عرفتها في حياتي. وخلينا طبعا مش أوي ألعاب عربيات بس برضو حلوة أوي يعني بصراحة. يعني اللعبة ديت من أحلى. بصوا يا جدعان، عايز أقول لكم إن أنتوا تعالوا اليوتيوب إن شاء الله بنزل فيديوهات جميلة جدا في اليوتيوب، بس بنزل كل فترة إن شاء الله مع الدعم قناة اليوتيوب بنزل كل فترة قليلة جدا. تمام، فبنزل بدعم قناة اليوتيوب لأنها صراحة لغاية دلوقتي واقفة عند 6 مشتركين في الكالكولي يعني. فمتنسوش يعني الاشتراك لقناة اليوتيوب وبرضه تعالوا لسه طبعا ان شاء الله انا كنت مركز بس في بداية قناتي لغاية دلوقتي مركز برضه في التيك توك، بس ان شاء الله اول ما قناة اليوتيوب تشترك فابدا اركز في اليوتيوب وفي الانستجرام وبرضه في التيك توك شوية. ومتنسوش يعني تكتبوا اللي لسه طبعا اسم القناة ده هو الاسم اللي انا عامل عليه كل القناة. هذا الاسم اللي انا عامل عليه القنوات، وطبعا مثلا ممكن برضه في الانستا اللي هو السناب يعني السناب شات تقريبا يعني نسيت الناس ان شاء الله ممكن اركز عليه. بالنسبه للتويتر انا كده كده حذفته لانه بصراحه مفهوش حاجه. بالنسبه للتويتر الناس القرارات موجود عليه وعليه كام فيديو كمان، بس في النهايه انا برضه حذفت التويتر. وبالنسبه للفيسبوك يا جدعان، فانا نزلت فيديو واحد انا جايين على الفيسبوك وبايت كل الستوري يعني، وان شاء الله اول ما اوصل 1000 او 2000 مشترك انا هبدا بس. السلام عليكم.